لم يصل إلى مجلس النواب. أي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها أمام المواطن لم يرد إلى المجلس، لم يرد إلى المجلس. كتاب بتعديل أو تعديل قانون الإقراض، وورد إلى المجلس قانون موازنة تم سحبه بنفس اليوم لإجراء التعديلات عليه. ننتظر من الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب طلب أو مشروع قانون لإصدار تشريع يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها من أداء التزاماتها أمام المواطنين. لا يوجد أي تقصير على مجلس النواب بما يتعلق بقضية الرواتب أو غيرها من النفقات المسؤول عنها الحكومة بشكل مباشر.